السداد والنجاح. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعلن انطلاقات أول أشواطنا في هذا المساء. هو الشوط الخاص بمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، شوط الأبكار المحليات الأصائل الذي أعلن انطلاقه في هذه اللحظة هنا، مدشنا أول منافسات هذه الفترة المسائية المخصصة لسن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات. باسمه وعلى بركته دائما انطلقنا. ومع هذه البداية مشاهدينا الأعزاء، نتشرف في هذه اللحظات بتشريفي وحضوري ومتابعتي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله لمتابعة هذه الانطلاقة المسائية وبدء منافسات التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. كذلك ترحيبنا أيضا بسمو الشيخ سعيد بن جمعة، سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم المتابع لهذه الانطلاقة في هذه الأمسية المميزة. نرحب بالجميع، نرحب أيضا بهذه الأسماء التي انطلقت هنا معبرة عن تواجد هذا الكم الكبير من المنافسة ومن الإثارة على أرضية هذا الميدان، والتي ستحمل بدون شك منافسات سوف نشهدها في الأمتار القادمة من خلال التحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. نبدأ بالصدارة ونسير إلى مقدمة الشوط. بداية هنا نتابع كل الأسماء القادمة لتحمل هذا الاندفاع الذي نشهده هنا. إلى الصدارة والمركز الأول أتابع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني من حاف المركز الثاني لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، المركز الثالث بالصوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بن عرطي الحميري، محن تأتي على المركز الرابع لهجن الرياسة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي، والمركز الخامس هناك انطلاقة من مياسة لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز السادس شواهين على المركز السادس لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير، المركز السابع نعود من خلال هذه التحديات الشاهينية ظهرت في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع خليل بن سالم بالصقعة، والمركز الثامن سمح لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي يضمرها، أما المركز التاسع تأتي هناك السرمدية على المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وصادق بن فضل الأمين، والمركز العاشر شور على المركز العاشر لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء الأولى التي تعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الأول مشاهدينا الكرام في هذه الأمسية الجميلة الحاملة لكل هذه الأعمار، أعمار المفاجآت. سن اللقاية الذي بدأ يعلن انطلاقته ويعلن أيضا منافسات هذا الأسبوع الخاص بالصغار، بعد أن كانت بالأمس أشواط التميز والمتميزين. نعود إلى المقدمة نتابع الاندفاع الذي بدأ هنا يحمل هذا الانطلاق، وأرى هنا في الصدارة هي شواهين على الصدارة لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في صدارة الانطلاق، بينما المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأيضا سعيد بن راشد بن حمد بن غدير، أي تابعها المركز الثالث يا سلام مياسة على المركز الثالث لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير، ثلاثية هنا تكمل هذا المسار. المركز الرابع السرمدية في المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان، وأيضا هناك صادق بن فضل الأمين في هذه المنافسة. محنة تأتي على المركز الخامس لهجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد الخيلي في المتابعة، وهناك على المركز السادس شور، شور وصلت في المركز السادس لهجن العاصفة وهي بقيادة حمد بن راشد بن غدير، ومن حاف أيضا تكمل تواجدها في المركز
السابع من خلال هذا الانطلاق ايضا لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير. نعود هناك من خلال التقدم الذي بدأ في المركز الذي حمل هذه التحديات، المركز الثامن هي حسايف لهجن العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير، وايضا المركز التاسع بالصوغان اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري، والمركز العاشر الشاهينية في المركز العاشر مش حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سالم بالصقعة. هذه أسماءنا هنا من خلال مسارنا في هذا الانطلاق في هذه اللحظة التي تعلن هذه الاندفاعة المتميزة ما شاء الله وتبارك الله. ننطلق مع البداية نحمل هذه الأسماء القادمة في انطلاقنا وفي مسارنا المتميز الذي يعلن هذه التحديات وهذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، شوف الخمس اللي على مقدمة هذا الشوط من خلال مسارنا اللي ينتظر أيضا أعطاء التعليمات في لحظات الوصول إلى نقطة الانطلاق. نذكركم أيضا بهذه النقطة، هنا بعدها تبدأ المنافسة الحقيقية في الظهور على أرضية هذا الميدان. للعلم فقط للمضمرين 1200 هنا بدأنا والتقدم كما نتابع في وجود مياس التي قادت المركز الأول وانطلقت إلى صدارة هذا الشوط معلنة تواجدها على القمة وعلى بداية الاندفاع. مياس في هذه اللحظة على المركز الأول بينما المركز الثاني نتابع وجود شور على المركز الثاني، أيضا الهجن العاصفة هناك المركز الثالث، عودة إلى المركز الثالث وأيضا منحاف المركز الثالث، بينما في المركز الرابع تتواجد شواهين في المركز الرابع والمركز الخامس هي حسايف على انطلاقة خماسية العاصفة التي تقود هذه الانطلاقة وتقود هذه التحديات وتعلن هنا تواجدها على قمة البداية الأولى. سلام يا سلام سلام، إذن هنا من خلال هذا المسار أشوف هذه الأسماء خمس ما شاء الله من تتفوق. نحن هنا من خلال هذا المسار نرفع التهاني والتبريكات أيضا إلى هجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإلى الواثق حمد بن راشد بن غدير على تواصل هذه الخماسية التي تقود الصدارة وتعلن تواجدها على المقدمة. حسايف تقدمت إلى المركز الأول أيضا من خلال هذه اللحظات من خلال هذا المسار، حسايف على الصدارة واندفاع هذا الشوط، مياسه في المركز الثاني بينما المركز هذا منحاف والملكية لهجن العاصفة في هذا التميز. وهذه اللحظات التي نختم بها شوطنا الأول، 5 كيلومترات من الصراع والمنافسة والعاصفة تتفوق في هذه اللحظة في مقدمة هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لواثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير، مياسه في المركز الثاني، المركز الثالث كان منحاف، والمركز الرابع شواهين، المركز الخامس شهور لهجن العاصفة. نعود بالتوقيت الزمني من خلال انطلاقنا ايضا في هذه اللحظات لنتابع هذه الخماسية التي انطلقت الى المقدمة. 7 دقائق 45 ثانية 8 بالأجزاء من الثواني هو التوقيت الزمني للمركز الاول حسايف، تهانينا والناموس لهجن العاصفة. المركز الثاني كان من نصيب مياسة التي وصلت في المركز الثاني أيضا ب7 دقائق 45 ثانية و9 من الأجزاء من الثانية أيضا، تهانينا والناموس. والمركز الثالث كان وجود منحف في المركز الثالث من خلال هذا الانطلاق وهذا التواصل أيضا بتوقيت زمني 7 دقائق 45 ثانية و9 من الأجزاء من الثواني في اندفاع مثير يحمل هذه اللحظات ويحمل هذه الانطلاقات المتميزة التي تعلن تواجدها على أرضية هذا الميدان. ننطلق هنا مع اندفاعنا في لحظات الشوط الثاني أيضا، الشوط الذي يكمل منافسة البداية منافسة